حوالي 800 مليون هي نسبة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية في العالم. في المغرب تشكل النسبة 50% بالنسبة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، رقم يوحي بأهمية تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص داخل المجتمع والحد من السلوكيات الاجتماعية السلبية المرتبطة باضطراباتهم. وزارة الصحة تطلق حملة وطنية لمكافحة ظاهرة الوصم وتحسيس الأسر والمجتمع ككل بأهمية دعمهم لهؤلاء الأشخاص. الظاهرة هذه ظاهرة اجتماعية يعني تقريبا لا شعورية، تؤدي بالمجتمع إلى عزل هؤلاء الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية، وهؤلاء الأشخاص برأسهم تحصل عندهم واحد يعني ما يسمى بالوصم الذاتي. الوصم الذاتي هو برأسه كيولي كينعزل على المجتمع، وبالتالي ما كيكونش طلب ديال العلاج. معظم العلاجات تتطلب علاجات دوائية وعلاجات نفسانية، وهناك محور أساسي نتجاهله هو المواكبة العائلة والمجتمع والأقرباء والأصدقاء لهذا الناس اللي كيعانوا من الأمراض النفسية والعقلية، حيث كتدخل في الأساسيات ديال العلاج ديالهم أثناء الفترة العلاجية كيف قلت وما بعد الفترة العلاجية، بحيث أن الاضطراب النفساني تأثر سلبيا على مدرسة الأطفال والتلاميذ والطلاب ويأثر على العمل ديالهم. مركز النهاري للطب العقلي بسلا من بين العديد من المراكز التي تقدم الرعاية والدعم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، تضع رهن إشارتهم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تسهل ولوجهم السريع إلى العلاج. تندير هاد ليزاكتيفيتي هنا بالنسبة للباسيون، الغوسيكلاج، لا بانتور، السيراميك، يعني بزاف ديال ليزاكتيفيتي اللي تيديروهم هنايا، والحمد لله أنا لي باسيون هنايا تيلقاو راحتهم، تيبدعوا. في الأول كاين اللي تيجي تياخذ الفكرة أنه ما غاديش يخرج من ديك الحالة ديالو، ولكن الحمد لله كاين دي باسيون بزاف اللي جاو لهنا لقاو راحتهم. كاين الروسيكلاج، كاين المسرح، كاين إعادة تأهيل الدماغية، كاين لي مساج، كاين الرياضه، كاين شحال من حاجه، كاين حتى من الطبخ شنديروه، شحال من حاجه شنديرو نهار العيد، تنتجمعوا الاعياد هذه، فهمتيني كيفاش هي غاده. وانا المرض النفساني سواء بحال مرض عضوي، حتى النفس مسكينه كتمرض كيخصها الدواء، كيخصها تعالج، كيخصها اللي حتى هي عضو روحها كيخصها، حتى هي عندها المرض العضوي كيداوى بالدواء، والمرض النفسي الروح كتعالج بزاف ديال الحوايج بحال هاد الانشطه اللي كنديروا، حتى هو راه علاج، وعاد النظرة ديال الناس كيخصها تتبدل. نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية لا يتلقون أي علاجات. منظمة الصحة العالمية حددت النسبة في 50%، اضطرابات قد تتحول إلى أمراض نفسية وعقلية حادة. تبقى المتابعة الطبية والدعم العاطفي للوسط العائلي ركيزة أساسية من أجل تيسير علاج هؤلاء الأشخاص.